بدأت مجموعة من فرق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي تبني الابتكار في الثقافة المؤسسية بالأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية الوكالة الكورية للتعاون الدولي بمقر المعهد الوطني للموارد البشرية بكوريا الجنوبية، وذلك امتدادا للتعاون الثلاثي وبروتوكول التعاون الموقع مع الأكاديمية في سبتمبر من عام 2020. ويشمل البرنامج التدريبي محاضرات مكثفة وورش عمل وزيارات للمؤسسات الوطنية الكورية، حيث يتم تقديم البرنامج على مراحل متكاملة على مدار 3 سنوات، ويقدمه لفيف من الخبراء الكوريين في مجالات القيادة في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية وأهداف التنمية المستدامة.